الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. وصلت أسعار صرف الدولار الارتفاع في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي أن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 166 ألف دينار، فيما كانت الأسعار يوم أمس 164,250 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا أيضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 165,800 دينار، وسعر الشراء بلغ 165,700 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي. كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية علي الجوراني عن وصول تفاهمات ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي إلى مراحل نهائية، فقال الجوراني إن الحكومة تجري سلسلة من المباحثات الداخلية والخارجية مع كردستان العراق وتركيا من أجل إعادة استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، لافتا إلى أن الجانب التركي وصل إلى نتائج جيدة بحسب تعبيره. وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في وقت سابق استمرار انسداد عملية المفاوضات بشأن استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي. انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، بينما ارتفعت أسعار الخام الثقيل. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بنسبة 0.35 لتصل إلى 83 دولاراً و31 سنتاً للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 0.5% لتصل إلى 86 دولاراً للبرميل. هذا وانخفضت أسعار النفط عالمياً متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق بفعل مخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، مع تركيز المستثمرين على بيانات التجارة المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لقياس الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. استقبلت إسطنبول 13,165,000 سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، وذكرت وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد زوار إسطنبول من الأجانب ارتفع خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 1.55% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، ليبلغ 1,631,963 سائحاً. هذا وتصدر الروس قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول في شهر أيلول الماضي، وذلك بواقع 168,925 زائراً، تلهم الألمان ب 119,000، ثم الإيرانيون ب 111,000. أما على الصعيد العربي فقد تصدر السياح العراقيون القائمة، تلاهم في المركز الثاني مواطنو السعودية ثم الجزائر. وقبل الختام، إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.